السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده راديو جروندينج، الموديل بتاعه ساتلايت 5000. ده راديو ترانزستور اللي هو ساتلايت 5000، لونه فضي في أسود. ده راديو متعدد الموجات اف ام و ام اس دبليو. الجهاز وزنه 6 كيلو 300 جرام. عرض الراديو 30-40 سنتي في ارتفاع 22 في عمق 12. صنع في ألمانيا. ونشوفه مع بعض. This radio is Grundig model satellite 5000 made in Germany, radio multiband FM and AM and SW. والاولون الحمد لله السوق دلوقتي بالنسبه للمجال بتاعنا في الاول يبصوا على ان هم ازاي يكتسبوا خبرات من الشغل، دي اول حاجه يدوروا عليها من الشغل. تاني حاجه ان هم ان شاء الله يعني ايضا المواطنين ما زالوا متمسكين بالبقاء على هذه المنطقه. قلة من المواطنين من يخرجوا من تلك المنطقة، أيضا نقلوا لنا من خلال شهود عيان أن جرائم ومجازر إبادة جماعية تمت في تلك المنطقة، وأن أعداد الشهداء ما زال في ازدياد في الشوارع والطرقات، وأن سيارات امسك القماش ده يا أوديسيوس ولفه بسرعة حوالين وسطك قبل ما تنزل تاني في البحر، القماش هينقذ حياتك. انت مين؟ انت عايزه ايه؟ دي قطعه قماش شفافه وخفيفه قوي، ازاي هتنفع؟ يا حبيبي من اول يوم بلغات متعدده وتحمل هويات يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا سفر بقى قبل 3 4 أيام يعني كابتن عامر رمضان طبعا يعني وكنت وريت لكروري زي ما شفنا في الفيديو مع بعض. ان شاء الله ان الاعجاب حضراتكم. ده راديو جروندك، الموديل بتاعه ساتلايت 5000 ترانزستور، صنع في المانيا. ده راديو متعدد الموجات اف ام و ام اس دبليو، حاله ممتازه جدا. وزن الجهاز 6 كيلو ونص. عرض الجهاز 40 سنتي في ارتفاع 22 في عمق 12. صنع في المانيا. ان شاء الله الفيديو ان الاعجاب حضراتكم. هتقابل فيديو جديد. شكرا.